تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وخدمات هيئة الصحة بدبي بشكل خاص. فنتمنى لكم ساعة إذاعية مليئة بالمعلومات التي إن شاء الله سوف تعود بالنفع عليكم أجمعين. أرقام التواصل معنا مستمعينا على 600-55-1414. صح يا أيمن؟ 600-55-1414. متعود ترى كانت ندى هي اللي تقول الأرقام، فناصر شو اسمه الأرقام. عموما هذا اللي حاب يتواصل معنا عبر الهاتف، وطبعا ملاحظاتكم واقتراحاتكم عبر الهاتف يعني نتمنها بشكل كبير، وأيضا يعني تغذي البرنامج وترفده بالعديد من الآفاق الجديدة للحديث عنها. أيضا عبر الرسائل النصية على 4006، وكذلك موجودين معاكم عبر انستغرام نور دبي وانستغرام هيئة الصحة بدبي لايف DHA_دبي DHA_دبي. طيب ما نبتدي معاكم حلقتنا إن شاء الله بدراسة تقول أن الضغط النفسي يؤدي إلى تقلص المخ. أجرى فريق علمي أمريكي دراسة حول تأثر المخ بالضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الإنسان، فخلصت لوجود مشاكل نفسية تؤدي إلى تقلص حجم المخ، مما يضاعف مخاطر إصابته بخرف الشيخوخة، خاصة إذا ما كانت الفترة الزمنية التي يعاني خلالها الإنسان من هذه المشاكل الطويلة. ومن المشاكل التي تسبب ضغوطا على كبيرة على الإنسان قصة حب فاشلة أو زواج أدى إلى انفصال، بالإضافة إلى الصدمات النفسية الناجمة عن وفاة شخص عزيز على سبيل المثال، كما أورد موقع شامبرس. وبحسب الدراسة فإن الحفاظ على مستوى يعني مركب اسمه كورتيكوستريويد الكيميائي في المخ يساعد على وقايته وحمايته من تغيرات جذرية قد تطرأ عليه بسبب توترات نفسية كبيرة. إلى ذلك أكدت الدراسة الأمريكية على أن المنطقة الأكثر حساسية في مخ الإنسان والمسؤولة عن الذاكرة وتخزين المعلومات هي منطقة اللحاء الأمامي من للمخ يعني، وهي أكثرها عرضة للتأثر بما يتعرض له الإنسان من ضغوطات نفسية وصدمات عاطفية. هذا يقودني، مرة تكلمنا عن دراسة يعني المتزوجين أقل إصابة بأمراض الخرف كذلك، لأن أنت لما يقول لك لما تكون كبير في السن وعندك شخص يساندك في هذه الفترة من حياتك، شخص تحبه خاصة إذا كانت زوجتك، فأنت تكون أقل عرضة يعني لأمراض الخرف. فكانت أناقش واحد من الزملاء حول هذا الموضوع، فقال لي يعني أنت بهذا الشكل إذا أنا عندي 4 حريم يعني أنا مستحيل أصاب بالخرف. أنا قلت له يعني إذا عندك 4 حريم وصلت لهذا السن
بس اهم شيء توصل لهذا السن يعني، فانت محظوظ. ها شو رايك ايمن؟ فلا هي مساله مهمه جدا، لان موضوع انك تحافظ على صحتك النفسيه بيساهم بشكل كبير في الحفاظ على يعني لياقتك الجسديه كذلك. فمثل هذه المواضيع يعني نحن ناخذها بعين الاعتبار، ويجب علينا ان يعني نحاول قدر الامكان يعني بشكل او باخر ما من نبعد انفسنا عن هذا التعب. ايضا هني يعني علي البقيش يقول صباح الخير والايجابيه، صباح الحيويه والنشاط والسرور على الجميع. مثل هذه الرسائل الايجابيه الواحد يغذي فيها نفسه بكل صباح، فبتعطي دافع للاقبال على الحياه بايجابيه. ليش نقول هذا الكلام؟ لان يعني في هذا مبدأ عندنا حتى في صميم ديننا. يعني الواحد يقول لك من بين الأشياء إن ممكن إن صدمة نفسية ناجمة عن وفاة شخص عزيز على 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 قلبك، من أفضل التحليلات اللي كنت أقرأها في هذا المجال. يعني كان يتحدث أحد العلماء يقول يا أخي إذا أنا جيت أعطيتك أمانة في يديك زين، ورحت بعد سنة سنتين رجعت لك، جيت قلت لك أيمن وين الأمانة اللي عطيتك إياها؟ رديتها حقي، بتزعل أيمن إذا أخذت عنك؟ ما بتزعل، لأن أمانة مو ملكك. يقول طيب أنت تآمن بالله؟ يقول أكيد آمن بالله. قال رب العالمين قال هذه الأرواح أمانة وضعها في هذه الأجساد واستعاد أمانته، أنت ليش زعلان؟ شفتوا الفكر وين؟ ان الواحد يطوع الايمانيات اللي موجوده عنده لامور ثانيه ممكن تقي من وايد مشاكل نفسيه. يقول لك انت ليش زعلان؟ بتقول الفراغ وهذا؟ نعم، لكن انت عندك مبدا في دين او هي عقيده راسخه زين، ان هنالك يعني حياه ما بعد الموت، فيها حساب وفيها عقاب. انت تتمنى ان يكون هذا الانسان ان شاء الله العزيز على قلبك اللي انت تحبه زين، ان راح الى دار او افضل من دارنا هذه، وان شاء الله يكون يعني في منزله اخير من المنزل اللي هو موجود فيها. فهذه الايمانيات اللي موجوده عندنا. فعشان تي اللهم لك الحمد، يعني نحن موضوع المشاكل اللي قد تؤدي الى الانتحار واللي ما فيها يعني بعض الامور او العقائد غير سليمه ممكن توصلك لمرحلة من اليأس والسلبية، ممكن أن تقضي عليك أنت في حياتك. يعني الواحد يفكر دائما بشكل آخر من زاوية أخرى لهذه الأمور. فإذا قدرنا نضع مثل هذه المفاهيم عندنا في حياتنا، أعتقد هنالك الكثير من الأشياء بننظر لها بشكل مختلف تماما، وبتكون الحياة مستمرة، الحياة ما تقف على أشخاص. اليوم نحن عابرين سبيل، وما ادري على الصبح يعني يوم الله يسامحهم حطوا لي هذه الدراسه، فانا اخذت البرنامج منحى اخر. بس لا، هي الفكره وين؟ الفكره ان الانسان دائما ما ينظر الى الحياه بايجابيه، ويحاول يستغل كل ثانيه، كل دقيقه، كل ثانيه في هذه الحياه بما يعود بالنفع عليه هو، وبالتالي على البشريه بشكل عام. عموما هذه كانت دراستنا اليوم. بعد الفاصل إن شاء الله بنتطرق إلى مواضيع عديدة مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. البارحة كانت عنده مبادرة جميلة جدا، ما نعرف عن هذه المبادرة بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام، وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600551414، او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. في واحد طرش لي هني رقم للبيع وحاط المبلغ بعد.
15,000. زين. كان على هالمبلغ انه يبيع رقمي الصراحه. كم يدخل لي 100,000؟ زين. عموما معانا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي في هيئه الصحه بدبي. نحن مثل ما خبرناكم انه بيكون موجود معانا البارحه. والله نحن نسوي لك دعايه دكتور من البارحه. انزين. نحن هيئه الصحه اطلقت امس مبادره دبي لعلاج السرطان بسمه. بسمة هذه مبادرة يعني قد تكون الأولى من نوعها عالميا لارتباطها بمرض السرطان الذي لا يشمله أي تأمين صحي في الدول والمدن الأخرى. تفتح هذه المبادرة نوافذ الأمل للمرضى من خلال تكفل التأمين الصحي بتكلفة العلاج بداية من الفحص المبكر وحتى مثول المريض للشفاء. وطبعا هذا من خلال مستويات متقدمة من الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية المميزة. مبادرة جميلة جدا يعني وتعطي الأمل دكتور. وإن شاء الله يا رب يعني أي حد عنده يعني أي مرض خبيث نتمنى له الشفاء الدائم. ولكن مثل ما ذكرنا أن ما سمعنا أن في مدينة في العالم ممكن أن التأمين الصحي يغطي هذا المرض مرض السرطان. فخلنا نأخذ فكرة هذه المبادرة في البداية دكتور ونعرف يعني شو أهداف هذه المبادرة. لو نظرنا إلى تعريف التأمين الصحي عالميا، هو التأمين الصحي هو عبارة عن تأمين ضد المخاطر المستقبلية. فيقول لك أنت ادفع مبلغ معين للتأمين، والتأمين هذا في حال صارت عندك مشكلة صحية التأمين راح يغطيك ويدفع جيمة العلاج. فالتأمين من حيث المبدأ ومن حيث التعريف دائما هي عملية رد فعل لمشكلة ستحصل. إمارة دبي اليوم غيرت تعريف التأمين الصحي، فأصبح اليوم التأمين استباقي. بدأ بتغطية الكشف المبكر، وما في نظام تأميني مثل ما ذكرت من خلال المقدمة يغطي الكشف المبكر عن الأمراض، لأن احنا اليوم إذا اكتشفنا المرض بشكل مبكر بالتأكيد التكلفة العلاجية راح تكون أقل، الأثر المرض على المريض نفسه وعلى أسرته وعلى محيطه الكامل راح يكون أقل، وبالتالي تستخدم آلية التأمين الصحي في الإمارة إلى توفير نظام صحي ذو جودة عالية، مش فقط لتغطية احتياجات صحية وإنما للوفاء بجميع احتياجات الشخص الصحية من البداية إلى النهاية. التحديات اللي عادة يواجهها التأمين الصحي في موضوع السرطان بالذات، أول شيء أنه عادة ما يغطي الكشف المبكر في أي مكان في العالم، مش مشمول. ثانيا مجرد ما توصل للحد السنوي للتحمل يتوقف عن العلاج. عندك الحد السنوي مثلا في الباقات الأساسية 150,000 درهم، يبدأ حتى لو تمت التغطية وتتم تغطية السرطان في كثير من باقات التأمين الصحي، إلا أن عملية التغطية مش واضحة المعالم. اكتشف المرض أوردي مثلا كان مستخدم الباقة أوردي مستخدم 20,000-30,000، تكلفة علاج السرطان في بعض الحالات تصل إلى 400,000-500,000، وصل ال 150 شك وقف التأمين. هني الآلية اختلفت، لأن من خلال المشروع هذا يدخل الأشخاص جميعا في برنامج وطني موحد. البرنامج الوطني هذا مجرد ما اكتشفنا المريض من الكشف المبكر يتم إدراج المريض في البرنامج في مركز اتصال متخصص ومركز متابعة متخصص تابع لهيئة الصحة دبي. في دبي يتواصل مع المريض يقول له أوكي تم اكتشاف عندك حالة إيجابية، أول شيء بنتجه لعملية تأكيد التشخيص، ومن ثم يترتب له موعد مع أخصائي السرطان في مستشفى دبي، ومن ثم يبدأ الخطة العلاجية. مركز المتابعة والاتصال يتواصل معاه في كل خطوة، طبيب موجود عنده من خلال تطبيق ذكي، أي لحظة يقدر المريض يوصل للطبيب، عنده سؤال والله الدواء بديت الدواء مثلا بدأ يسبب لي أعراض جانبية، مثلا بدأ تساقط الشعر، بدأ مثلا القي، أمور معينة ممكن تكون مرتبطة بعلاج السرطان. ففي دعم متواصل لمدة 24 ساعة ومتابعة متواصلة للمريض وخطة علاجية موحدة واضحة المعالم تبنى على أفضل الممارسات العالمية. يعني نعرف مثلا بالنسبة لعلاج سرطان القولون يجب والله المرحلة الأولى تكون كذا، إذا وبعدين الدواء كذا، وبعدين يزور الطبيب المختص كذا، وبعدين يشوف الأخصائي النفسي. فالخطة العلاجية هاي موحدة على مستوى الإمارة من خلال البرنامج هذا، وبالتالي ما تخضع حتى للآراء الشخصية. فمثلا الطبيب يحب يعالج بالشكل بطريقة ألف، طبيب بطريقة باء، لا، عندنا خطة علاجية معتمدة اللي هو الدليل الوطني للعلاج السرطان، الجميع يتبع نفس الخصة. وهذا شيء كذلك مختلف، لأن عادة في دول العالم
كل مستشفى له خطة خاصة فيه، كل مركز علاجي له طريقة، لكن اليوم هني جميع المستفيدين أو اللي يحتاجون هالنوع من العلاج في الإمارة يخضعون لخطة موحدة من ناحية شو مواصفات الكشف المبكر، وين نخضع له، ومجرد ما تصبح في اكتشاف له يصبح اكتشاف للمرض، شو الخطة العلاجية إلى الشفاء بإذن الله تعالى. الآلية هاي المنظومة المتكاملة بالشكل هذا مع وجود متابعة مستمرة ومركز اتصال ومركز متابعة متواصل بالشكل هذا ما حصلت في أي مكان العالم. يعني اللي بيراقب عملية العلاج وبيشرف عليها اللي هو طبعا في عندك كل مريض راح يكون عنده طبيب اللي هو أخصائي سرطان، بالإضافة إلى مركز التواصل والمتابعة اللي يكون متابع الخطة كاملة. حتى المركز هذا تابع تابع للهيئة. للهيئة. يعني الهيئة راح تشرف على 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 رحلة علاج هذا المريض. نعم. بالتأكيد. وأيضا التكاليف نفسها. التكاليف غطيها التأمين الصحي. التأمين الصحي بيغطيها كاملة. نعم. إن شاء الله توصل. بغض النظر عن المبلغ اللي توصل إلى انتهاء العلاج. لين انتهاء العلاج. والله يعني مبادرة جميلة دكتور. أبغي أعرف يعني يعني عادة كم التكاليف اللي يدخل فيها مرضى السرطان؟ ممكن تتراوح التكلفة الكلية لعلاج مرض السرطان حسب نوع المرض وحسب المرحلة اللي تم اكتشافه فيها ما بين حوالي 60-70 ألف درهم، قد تصل في بعض الحالات إلى حوالي 400 أو 500 ألف درهم. طيب منو الجهات اللي منوطة بها إجراء الفحوصات هذه المبكرة للكشف عن مرض السرطان؟ طبعا أول شيء بنبدأ فيه ومن المرحلة الجاية راح تبدأ فيه الهيئة بكثرة هو عملية زيادة الوعي للكشف المبكر. منو اللي محتاج كشف المبكر؟ شو الفئة العمرية مثلا بالنسبة لسرطان الثدي؟ شو الفئة العمرية بالنسبة لسرطان القولون؟ من هم الأشخاص الذين عندهم عوامل اختطار معينة لهالأنواع من السرطانات؟ وشو الخطوة الأولى؟ منو يقدر يروح يطلب الفحص؟ وبعدين راح يتم تدريب جميع الأطباء في الرعاية الصحية الأولية في القطاع الخاص أو في الحكومة على مبادئ الكشف المبكر، بحيث أن أي شخص فعلا حاس أنه مثلا في عنده تاريخ عائلي في مرض معين أو أحد أنواع السرطان أو في الفئة العمرية أو عنده أي أعراض مبدئية، على طول يكون يدخل للكشف المبكر ومن ثم متابعة الخطة كاملة. جميل. دكتور بس أذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-414 للاتصال و 4006 على الرسائل النصية، وموجودين لايف على انستغرام صحة دبي DHA_دبي، وأيضا انستغرام نور دبي. مبادرة أكثر من رائعة وجعلها الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور قبل أطلع الفاصل بس أبغي أذكر بالجهات أو الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذه المبادرة. نعم طبعا المشروع هذا شيء ثاني اللي يميزه هو شراكة ما بين الهيئة بالإضافة إلى شركات الأدوية وشركات التأمين، والجميع دخل مع بعض وكل واحد يؤدي الجزئية اللي عليه لأنه نوصل للنتيجة النهائية. فشركات الأدوية توفر الأدوية بأسعار مخفضة للمبادرة، شركات التأمين تغطي العلاج كاملا، الهيئة أدارت المنظومة بشكل كامل، وبالإضافة إلى مركز دبي اللي هو يعتبر مركز التميز في علاج السرطان مستشفى دبي. طيب نحن دائما شوف يوم انت موجود معانا اتصالات ما توقف على موضوع مواضيع التأمين الصحي. لا. الحين الدكتور موجود عندكم، يعني بعد الفاصل بفتح المجال اللي حاب يتواصل معانا على 600-551-414. طيب دكتور المبادرة يعني فريدة من نوعها، زين، وامتداد طبيعي لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي، فخلنا نتكلم عن هذه المنظومة بشكل سريع وكيف هذه المبادرة هي امتداد لها. صحيح. طبعا بدت منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي من خلال اعتماد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لقانون الضمان الصحي في الإمارة في تاريخ 24/11/2013، وفي هاك الوقت كان عندنا حوالي 1,000,000 شخص مشمول بالتغطية التأمينية في إمارة دبي. مع تطور مراحل تطبيق المبادرة ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى أن وصل إلى العدد الكامل الحمد لله اللي هو قرابة 4.6 مليون شخص في إمارة دبي، وهي الإقامات الصادرة من إمارة دبي. كثير من الأشخاص هاي ممكن أنه مقيم خارج الإمارة لكن إقامته صادرة من إمارة دبي كذلك، وبالتالي الحمد لله تم تغطية المقيمين في إمارة دبي، وبالإضافة للمواطنين قبلها طبعا كانت أوريدي تم تغطيتهم من خلال برنامج سعاد بالتأمين الصحي. المرحلة الثانية بالنسبة لنا كانت زيادة نطاق التغطية، شو الخدمات اللي محتاجينها، كيف تتغطى، وسنويا يتم في إضافة أمور جديدة
جديده الى التغطيه التامينيه. الى الحمد لله اليوم وصلنا مرحله استباقيه، ونوعيه الخدمات اللي تغطى من خلال التغطيه هاي حتى التغطيه الاساسيه تعتبر متميزه مختلفه عن ما يقارن به عالميا. طيب مبادره بسمه، ليش سميتوها بسمه اصلا؟ نعم والله موضوع الاسم احترنا فيه وايد لكن الحقيقه كان في توجه من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الاداره ومدير العام لهيئه الصحه بدبي انه يكون الاسم ايجابي ويعكس الهدف اللي تحاول المبادره هاي انها تحققه، وبالتالي كان اختيار الاسم من معاليه الحقيقه في ان احنا نبغى فعلا هاي تكون تأتي بالبسمة إلى وجوه المصابين بالسرطان، سواء من بداية الكشف المبكر أو من خلال متابعتهم ودعمهم في جميع مراحل العلاج وإلى شفائهم إن شاء الله تعالى، وبالتالي نجلب البسمة إلى وجوههم وإلى أهاليهم إن شاء الله تعالى. جميل. ومريض السرطان يعني هو أحوج ما يكون إلى الإيجابية، وأحوج ما يكون إن يعني الواحد يرسم له البسمة ويشيل هذا العبء عنه. دكتور بالتأكيد. يعني حتى من بدء الأشي نتكلم أصلا يعني تأثير، يعني إذا عندك شخص من العائلة قريب عندك أنت تجالس مريض للسرطان، تأثير السلبي دكتور ممكن ينعكس حتى على الحوالي. بالتأكيد. ممكن يعني مو مرض معدي. نعم. بس ممكن الواحد يصاب بأمراض أخرى نتيجة لوجوده بشكل سلبي. الضغط النفسي الموجود بشكل سلبي. نعم. لكن صحيح. إذا كنت تتعامل مع هذا الموضوع بشكل إيجابي لا المسألة بتختلف. بالتأكيد. ذكرتني بحالة والله خليني نخبركم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. حالة جميلة يعني جدا من 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 مواقف الجميلة اللي نادر ما تكون في هذه الحياة. عندنا وقت دقيقتين. زين هذا الله يسلمك دكتور. كان في ريال نعرفه من قدم حق شو اسمه حق بنت، وسبحان الله يعني ملكه، وهذا على الفحص المبكر قبل الملكة اكتشفوا انها هي عندها تعاني من سرطان الرحم او كذا. فتم الريال مصر اللي يمشي معاه في رحلة العلاج هذه، زي ما عندنا بعد ما وهو صغير وهي صغيرة في السن حتى. نعم. كذلك مشوا في رحلة العلاج لدرجة انه يقول لي محمود حتى في بعض الاحيان يعني كنت ادخل وتطردني. أوكي. برع المستشفى وكذا وروح على اساس انه خلاص ما تبغي تربط الريال بمستقبله، خاصه انه في تهديدات كثيره انه ممكن ما ينجبون او غيره. لكن الريال سبحان الله كان متوكل على الله، اصر على هذا الموضوع. قال لي رحت عند اطباء واخصائيين نفسيين زين عشان ياهلوني انا في عمليه لدعم. التعامل والدعم. صح. لهذه المريضة. سبحان الله يعني القصة في النهاية تكللت بزواج ناجح بعد الشفاء يعني من قبل الحرمة اللهم لك الحمد. يخبروني حتى في العرس يعني قاعدين على الكوشة كلهم يصيحون يعني صارت مناحة ما صار عرس. لكن سبحان الله هذه من القصص اللي الواحد يذكرها في أيامنا هذه تكون مثلا نادرة. طلعنا برا على الموضوع الرئيسي مالنا دكتور، لكن ما يرجع له بعد الفاصل إن شاء الله. الله اللي حاب يتواصل معنا على 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. طبعا مستمرين مع الدكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي في هيئه الصحه بدبي. ارقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. دكتور بعدنا متواصلين نتحدث عن هذه المبادره الفريده من نوعها، مبادره بسمه اللي انضم لنا على الهواء حاليا. دكتور بس نعطي فكرة مرة ثانية عن هذه المبادرة على السريع. نعم طبعا مبادرة بسمة أطلقتها هيئة الصحة بدبي البارحة لتغطية مرض السرطان بكافة مراحله. تبدأ المبادرة من خلال ثلاث أنواع من أمراض السرطان اللي هو سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون. المبادرة تغطي عملية الكشف المبكر بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أي من عوامل الاختطار، سواء في الفئة العمرية المناسبة أو إذا عندهم تاريخ أسري بهالنوع من المرض، وتغطيهم إلى جميع مراحل العلاج إلى الشفاء التام بإذن الله تعالى. الجدير بالذكر أن هناك مركز اتصال ومتابعة تابع للهيئة
ياخذ الشخص من لحظة الاكتشاف المبكر ويمشي معه الى ان شاء الله تعالى نهاية العلاج، وراح تكون في متابعة مستمرة. ممكن انه يتواصل مع الاطباء بشكل مباشر عن طريق التطبيق الذكي، متابعة للأدوية، متابعة لجميع مراحل العلاج، بالاضافة الى الدعم النفسي المطلوب لمريض السرطان. كم الرقم دكتور، وشو هو التطبيق الذكي؟ هل نعم. هو نفس اللي تابع للهيئة ولا؟ نعم هو لا هو طبعا هذا مركز متخصص بالسرطان، وهم راح يتصلون بمجرد ما يكون في اي فحص إيجابي. مراكز الرعاية الصحية الأولية تبلغ البرنامج، والبرنامج يتواصل مع المريض مباشرة إن شاء الله. طيب يعني عن طريق برامج نعم. من خلال الموقع الإلكتروني للضمان الصحي جميع البيانات المطلوبة البادر راح تكون موجودة قبل بداية العام إن شاء الله تعالى، لأنه يبدأ التطبيق الفعلي من بداية 2018. كذلك المعلومات المتعلقة بالكشف المبكر، من يجب أن يعمل كشف مبكر، شو الفئات العمرية، شو العوامل الاختطار المطلوبة. يعني على سبيل المثال بالنسبة لسرطان الثدي، إذا ما كان في تاريخ أسري فالنساء من عمر 40 إلى 69 سنة يجب عليهم عمل الفحص الدوري بالنسبة لمرض سرطان الثدي. إذا كان في عوامل اختطار من ناحية وجود تاريخ أسري في الحالة هاي يبدؤون قبلها. فكل عوامل الاختطار وآليات الكشف المبكر والفئات المستهدفة بالنسبة للكشف المبكر راح تكون في برامج خاصة فيها إن شاء الله تعالى تنشر الوعي لدى المجتمع الأهمية طبعا الكشف المبكر. دكتور شروط الاستفادة من هذا من هذه المبادرة أو الدخول ضمن هذا البرنامج، شو هي الشروط؟ أي شخص مشمول بضمان الصحي في إمارة دبي مغطى للمبادرة هاي، وبالتالي ما في أي شروط إضافية. ومن ثم إذا كان في الفئة العمرية الصحيحة وتنطبق عليه عوامل الاختطار ممكن أنه يستفيد من الكشف المبكر ومن ثم بالعلاج. يعني ما في شروط خاصة أن هذه مبادرة فقط للمواطنين ولا لا للجميع المقيمين في إمارة دبي. طبعا تعرف إمارة دبي الحمد لله تم شمولها بشكل كامل بالضمان الصحي. ممتاز. يمكن في عن أعداد بسيطة جدا اللي ما أمت الحين، وفي بعض الناس ترى ياسين ما يجددون لأنه قالوا يمكن شيء مخالفات أو ما شيء مخالفات. المخالفات موجودة حتى إذا ما احتسبت، يعني في هايج الترانزاكشن أحيانا إذا كان في مثلا عدم وضوح بالنسبة أحيانا شو يصير، مثلا تي شركة التأمين تدخل رقم الجواز بشكل غير صحيح فتترك فراغ ما بين الحرف والرقم أو كذا، فإذا صار في أي شك في صحة البيانات المدخلة النظام ما يترجع عليه المخالفة لكن يتأكد، وبعد التأكد المخالفة لا تزال موجودة ومحسوبة. فممكن أن أحيانا في عند التجديد أو عند إجراءات الإقامة ممكن بعض الأشخاص يعدي بدون ما أن يدفع المخالفة، لكن مش معناته أنه روحت عليه. يعني حتدفع يا عبد الحليم حتتباس يعني حتتباس زي. هني يقول هل التأمين يغطي تكاليف الأبحاث إن وجد؟ شو المقصود بالأبحاث؟ يمكن السؤال مش واضح. اليوم منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي مبنية على أساس نظام إلكتروني ياخذ كل البيانات الصحية المطلوبة ويستفيد منها في عمل الكثير من الأبحاث، مش فقط على مرض السرطان وإنما على مجموعة كبيرة من الأمراض. يعني على سبيل المثال وحدة من ما يسمى بالكلينيكال جايدلاينز أو البروتوكولات التوجيهية في العلاج هي عملية استعمال المضادات الحيوية بالنسبة لمرض الزكام أو السعال أو اللي هو الـ upper respiratory tract infection اللي هو الزكام البسيط. فلاحظنا أن عندنا في إمارة دبي ما عرفت إيش كده دكتور upper respiratory tract infection اللي هو التهاب الشعب الهوائية العليا بالعربي ما يترجم هي نعم. فلاحظنا مثلا في عندنا في إمارة دبي زيادة في استخدام المضادات الحيوية، وبالتالي كان في الخطط العلاجية الصحيحة لتقليل الاستخدام، لأن إذا أنت استخدمت المضاد الحيوي في فترة ما تحتاج لها فيه فممكن تزيد أو تقلل مناعة الجسم ضد هالنوعية من الميكروبات. وبالتالي عملية البحوث الطبية مستمرة بشكل دائم لمجموعة كبيرة من الأمراض والحالات، وهالشيء متواصل من خلال النظام الإلكتروني والمعلومات اللي تجمع من خلال النظام الصحي. هني وضحت أن الأبحاث اللي تكون على المرضى لدراسة أسباب وعوامل السرطان. طبعا اليوم احنا جميع الآليات العلاجية مبنية على افضل الممارسات العالمية، وبالتالي تستفيد من السبوقات العلمية اللي وصل لها العالم في مجال الكشف المبكر عن السرطان وعلاج السرطان. وطبعا مع بداية البرنامج هذا راح يكون في ابحاث خاصة بالنسبة لعلاج السرطان في إمارة دبي، في عندنا مجموعة كبيرة من البيانات من خلال السنوات السابقة، ومع الكشف المبكر راح تكون عندنا معلومات فريدة وافضل، وبالتأكيد راح يكون فرصة الدراسة
والبحث العلمي أكبر بكثير. طيب إذن هذه يعني كل المعلومات عن مبادرة بسمة. في شيء تبغي تضيفه عن هذه المبادرة دكتور نحن ما تطرقنا له؟ الحقيقة تقريبا هاي أغلب المعلومات. لأن أبغي أطلع برا موضوع بسمة وبتحدث عن منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي بشكل عام. نحن من زمان ما تكلمنا عن التأمين لأن هنالك وعي كبير صار عند المجتمع بهذا الموضوع، ولكن حتى الآن دكتور ما تزال هنالك بعض الفئات اللي تسأل يا أخي في مخالفات ولا ما في، أو يسأل يعني موضوع التأمين الصحي تم تطبيقه ولا لا. فأنا استغرب أن في بعض الأشخاص ممكن يسألون مثل هذا السؤال. هذه من جهة دكتور. من جهة ثانية أبغى أتكلم عن الفائدة الكبيرة اللي عادت بالمجتمع على موضوع الضمان الصحي. أيضا من الأشياء المهمة اللي نبغي نتطرق لها بعد كذلك دكتور، أن الضمان الصحي يعني منظومة متكاملة تقدم العديد من الفوائد للمستخدمين وأيضا لأرباب العمل كذلك. صحيح بالتأكيد. يعني اليوم من بحكم القانون أي شخص اليوم عنده موظفين أو عنده مكفولين لديه ما شملهم بالضمان الصحي وما وفر لهم التأمين الصحي يكون مساءل بشكل كامل عن تكلفة العلاج الكاملة. يعني كان عندنا من كم يوم حالة صاحب العمل ما اشترى التأمين الصحي لموظف لديه، والموظف هذا اكتشف انه عنده مرض محتاج الى علاج مكلف، وبالتالي بحسب القانون يتحمل صاحب العمل التكلفة الكاملة للعلاج، وبالتالي هو يضع نفسه في نقطة اكبر بكثير وفي تكلفة مالية اكبر من كثير من التكلفة البسيطة لباقة التأمين الصحي. طيب الارقام اللي وصلتوا لها دكتور يعني ما حين كم كملنا السنة؟ نعم احنا الحين وصلنا الى 4.6 مليون شخص مؤمن في إمارة دبي بحمد الله. على مدى السنوات القليلة اللي طافت بدينا من حوالي 1 مليون شخص في 2013، وصلنا اليوم الى التغطية الكاملة يعني تقريبا 99.5% من المقيمين في إمارة دبي. طيب هاي رسالة طويلة محمد سعد، يعني بسألك سؤال دكتور بحاول أقرأ الرسالة هذه. شفت السؤال؟ هو طبعا يتكلم عن بعض الحالات اللي تحصل فيها سوء استغلال من بعض الأطباء. خلني أقرأها. يقول سيدي بعد الصباح الخير، أود أن أتحدث في موضوع جد مهم وخطير وحدث معي وهي استغلال الأطباء والمستشفيات الكبرى للتأمين الصحي. يقول أنا أعاني من ضيق في التنفس وذهبت إلى الطبيب القلبي مستشفى دبي وتم الكشف علي المهم كذا، ولكن أنا على طاولة العمليات تحت تأثير مخدر قام الطبيب بتركيب دعامتين على الشرايين. الضرر النفسي والجسماني حدث ولا يمكن تغيير الواقع، ولكن أهيب بكم بإطلاع هيئة التأمين وهيئة الصحة بجعل الموافقات والعمليات الجراحية ضمن يعني نظام دولي صارم. عموما إلى نهاية رسالة وايد طويلة الرسالة. نعم. بس رسالة مهمة إذا تسمح لي محمود أعلق عليها. طبعا هو الأخ بدأ رسالته بعملية سوء استخدام التأمين، لكن الحقيقة الشكوى المذكورة يمكن تتعلق أكثر بآلية الحصول آلية تطبيق العلاج نفسه. يعني أنه دخل على طول غرفة العمليات وعمل عملية كبيرة وما جهز نفسيا للعملية وكذا. فجزئية الدفع طبعا تراقبها شركات التأمين وتراقبها الهيئة، لكن في النهاية الطبيب المعالج هو الشخص اللي يقرر الخطة العلاجية بالنسبة للمريض. فإحنا ثقتنا دائما في الأطباء كبيرة، لكن في حال وجود أي شكوى من المريض نتيجة مثلا، وإحنا الهيئة تراقب نوعين من الشكاوي أخوي محمود. النوع الأول بعملية سوء الاستغلال المادي، وإحنا هنا كإدارة التمويل الصحي الجهة المسؤولة عن محاولات سوء الاستغلال المالي للتأمين الصحي من الجهتين. نعم. وفي كذلك عملية الأخطاء الطبية أو اختيار العلاج غير المناسب للحالة الطبية، وعندنا إدارة التنظيم الصحي اللي هم الدكتور مروان ملا والفريق اللي عنده يتابعون الجزئية المتعلقة بجودة العلاج وعملية العلاج غير الصحيح والأخطاء الطبية ولجنة الأخطاء الطبية. فتتكامل الهيئة في متابعة نوعية العلاج الذي يحصل عليه المريض من ناحية طبية، بالإضافة إلى التأكد من الاستفادة المالية أو الاستغلال الصحيح للموارد المالية من خلال التأمين الصحي. في البرنامج الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي اللي هو iPromise iPROMES، مجرد بس تحط iPromise على جوجل تطلع لك البوابة الإلكترونية. أي شكوى متعلقة بسوء استغلال التأمين على طول من خلال البوابة هاي توصل لنا ويتم التعامل معها بشكل مباشر. طبعا
الحالات سوء الاستغلال هي ليست ظاهرة، هي موجودة بالتأكيد، لأن احنا اليوم عندنا أكثر من 20 مليون معاملة تمت من خلال البوابة الإلكترونية في عام 2016، وداخلين على حوالي 25 مليون معاملة في 2017. فلما نشوف الحالات اللي يحصل فيها استغلال مقارنة بكمية المعاملات اللي تحصل في القطاع الصحي في الإمارة، العدد مش كبير، لكن بالنسبة لنا كل حالة من الحالات هاي حالة مهمة، وعلى طول يبدأ فريق التفتيش في متابعتها والتواصل مع الجهة المسؤولة ومتابعة الحالة إلى نهايتها. جميل. أحمد سلامة، بس خذ لي رقم محمد سعد وحوله على على النظام عندنا، على اساس انه بس تدخل الشكوى ونعرف، لان تم تحويله، جزاكم الله خير. نحن عملنا تامين صحي لكل الخدم، وللاسف ما في مستشفى او عياده خاصه تقبل التامين. هذا دكتور مساله وايد مهمه. صحيح. هنالك يعني ما بقول قصر فهم، ولكن عدم المام بالمنظومه نفسها. صحيح. من منظومه الاستفاده من الضمان الصحي. خلينا نبتدي دكتور من البدايه، لما انت تروح عند شركة التأمين تبغي تأمن. صحيح. طبعا عادة هالنوعية من الباقات اللي هي تسمى بالباقة الأساسية، الباقة الأساسية اليوم سعرها معقول، لأن آلية الاستفادة منها لها طريقة معينة، وهي أن التغطية في البداية تتم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشركة التأمين اللي خذنا منها الباقة. فمثل ما تفضلت، لما نروح ناخذ الباقة هاي سواء للخدم، للمكفولين، لأي شخص مستفيد من الباقة الأساسية، نتأكد من شبكة مقدمي الخدمات والعيادات اللي تغطي المريض بالنسبة لشركة التأمين اللي خذنا منها الباقة. يعني اليوم مثلا عندنا 12 شركة تأمين تغطي الباقة الأساسية، كل شركة من الشركات هاي لها مراكز معينة خاصة فيها تغطي من خلالها الرعاية الصحية الأولية. فنعرف المراكز هاي، فأنا أعرف والله في منطقتي مثلا في العيادة الفلانية، العيادة الفلتانية، وممكن أشوف أكثر من شركة تأمين بحيث أن أشوف العيادات اللي أنا حابني أنا أتعامل معها. أحيانا الناس شو تسوي، تأخذ المريض وتطلع مباشرة على المستشفى. صح. الباقة الأساسية يجب التحويل للمستشفى من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية، سواء إذا كان في حاجة للأخصائي أو كان في حاجة للعلاج المباشر في المستشفى، يتم التحويل من خلال مركز الرعاية الصحية المعتمد لدى شركة التأمين. الحالة الوحيدة اللي يستثنى فيها الإجراء هذا هي حالة الطوارئ، وفي حالة الطوارئ يمكن الذهاب مباشرة إلى أقرب مستشفى بما فيها مستشفيات هيئة الصحة في دبي، ويتم العلاج ويغطى العلاج الطارئ طبعا بالتأمين. ونتكلم عن العلاج الطارئ، يعني مش مثلا واحد عنده مثلا صداع ولا عنده زكام، نتكلم عن حالات طارئة فعلا يحتاج فيها الشخص للعلاج الطارئ، طبعا تغطى مباشرة في المستشفى. آلية الاستفادة هاي مهمة جدا في جعل الباقة هاي مقبولة السعر، لكن إذا حاب الشخص ممكن يشتري باقات تعطيه مباشرة الدخول إلى الأخصائي أو مباشرة الدخول إلى المستشفى، تكلفتها أعلى لكن تعطيه الميزة هاي. فالاختيار في النهاية راجع للشخص. يعني اليوم الباقات تتراوح سعرها من 550 درهم إلى 50,000 درهم. ممكن تأخذ باقة أنت أي شيء تبغى، تشلك طيارة توديك تعالجك برا البلاد وتردك، كذلك موجود. فإحنا اليوم ننظر إلى الاستفادة المثلى من 50,000 دافع أنت، ترى هذا هو. فأنت هني والباقة ب 500 تغطي جميع الاحتياجات الأساسية، يعني تغطي زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى الأخصائي، تغطي العلاج في المستشفى، العمليات الجراحية، الحمل والولادة، الحالات الطارئة، الأدوية، الفحوصات الطبية، جميعها مغطاة من خلال الباقة الأساسية. والحين نضاف لها تغطية السرطان يعني كذلك بشكلها بشكل الكامل، ضمن وفي مبادرة بس وكذلك في تغطيات أخرى أضيفت للباقة الأساسية في 2018. كذلك بيكون في تغطية لمرض التهاب الكبد الوبائي جيم. في عنا كذلك الكشف المبكر بالنسبة للأطفال عند الولادة، كذلك فحص نمو وتطور الأطفال. كل الخدمات هاي اليوم أصبحت خدمات استباقية مغطاة من خلال الباقة الأساسية، لكن يجب أن نحن نعرف آلية الاستفادة المثلى من الباقة، وهي عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية، نذهب إلى المركز المغطى من خلال شركة التأمين، ومن ثم إذا في حاجة لعلاج الأخصائي أو المستشفى يتم التحويل من مركز الرعاية الصحية الأولية. ها أم الشواب، إن شاء الله الجواب واضح، لأنه يقول دكتور حتى نفس الشركات المدرجة في الباقة، بس هو الفكرة مات الدكتور أنه قبل التحول
لازم تعرف انت عند طبيب الاسره. ايه ما تريح حزه الحزه ويتعالي يدور منه. لا ممكن انت مغطى في المستشفى الفلانيه صحيح. لكن ما بيقبل يستقبلك الا اذا في تحويل يكون عندك. التحديثات كذلك ل 2018 بالنسبه للباقه الاساسيه في كثير من افراد المجتمع طلبوا ان تكون في تغطيه كذلك لمراكز الرعايه الصحيه في هيئه الصحه اللي هي اغلبيه ما كانت تغطى في الباقه الاساسيه، وبالتالي راح تكون في باقات من جميع شركات التامين مع بدايه 2018 ان شاء الله تعالى، باضافه مبلغ بسيط يمكن الباقه بدل ما هي 550 يمكن تكون 600 700، تغطي كذلك مراكز الرعايه الصحيه في هيئه الصحه اللي هي منتشرة في جميع المناطق السكنية، بالإضافة إلى باقة السنتين بحيث أن الباقة تنتهي مع انتهاء إقامة العامل أو المكفول. هني سؤال، تعرف نحن حين بث نور دبي اللهم لك الحمد موجود في مدينة العين، في حديث هني موظفة حامل من دبي وكانت حالة الولادة في العين، كيف يكون التأمين هذا واحد؟ اثنين كيف يحسب تأمين المستثمر أو الشريك؟ تمام. بالنسبة للموظف الحامل، أي شخص إقامته صادرة من دبي مشمول بالتأمين الصحي وعنده تأمين تغطية في جميع أنحاء الإمارات وفي مستشفيات وعيادات خارج دبي كذلك في جميع أنحاء الدولة تغطي الباقات هاي، وكل شركة تأمين ملزمة بأن تكون التغطية كافية حتى سواء داخل إمارة دبي أو خارج إمارة دبي، فهي بالتأكيد مغطاة، وفي مستشفى بيكون في العين يغطي لها حالة الولادة. أما بالنسبة للتأمين المستثمر أو الشريك، الباقة الأساسية هي باقة مكفولة لذوي الدخل المحدود وأفراد عائلاتهم، يعني أي شخص راتب أقل من 4000 درهم شهريا يغطى بالباقة الأساسية، وما تقدر شركة التأمين ترفض أنها تقدم له الباقة الأساسية بغض النظر عن عمره بغض النظر عن أي عوامل استقطاب طبية موجودة لديه. باقة المستثمر أو الشريك يشوف الباقة اللي هو حاب يشتريها شو مستوى التغطية اللي حاب أنه يشتري، وتحسبها شركة التأمين بطريقة الحساب العادية للباقات. شوف لنا التأمين اللي يطيرونه يعالجونه برا ويردونه دكتور، منقول للهيئة يغطون على زين هذا. والله بالنسبة لموظفي حكومة دبي طبعا عندنا برنامج عناية اللي هو يغطي الموظف تغطية جدا ممتازة، وكذلك تشمل العلاج خارج الدولة في حالات الطوارئ، ويعني حتى في دبي عندنا سعادة وسعادة بالنسبة للمواطنين في إمارة دبي كذلك. طيب نعم. دكتور نحن عندنا دقيقة كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معك. نعم. اليوم توجه إمارة دبي في أن يكون النظام الصحي في إمارة دبي هو الرقم واحد، وبالتالي لو نظرنا إلى أهداف قانون الضمان الصحي كلها تتجه إلى رقم واحد توسيع مظلة التغطية لشمول جميع السكان، اثنين شمولهم برعاية صحية عالية المستوى، ثلاثة دفع عجلة النهوض بالمنظومة الصحية في الإمارة لتكون الأفضل وتجذب الاستثمارات للقطاع الصحي في الإمارة. هاي المبادرة في صلب الأهداف هاي، والحمد لله راح تحقق جزء كبير من تطلعات الإمارة من خلال الضمان الصحي إن شاء الله تعالى. نتمنى للجميع الصحة والعافية وسرعة الشفاء بالنسبة للمرضى. إن شاء الله أمين. دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك معنا، من زمان ما طلعت معنا، ولكن لما تطلع تعطينا مبادرات شيقة وجميلة. شكرا لك دكتور. شكرا لك يا أحمد سلامة كان معنا في التنسيق، وبنوح أيمن سرحيل في الإخراج، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.